أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. هنتكلم عن مشاكل الناس في هذه الفقرة، حيث ينظم سكان مقابر الغفير وباب النصر والمجاورين وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة القاهرة اليوم للمطالبة بحق العيش في سكن آدمي. يشارك في هذه الوقفة حملة أحياء بالاسم فقط، هي اسمها كده أحياء بالاسم فقط، ويؤكد منظمو الوقفة على مطالبتهم بسكن بديل عن سكنهم في المقابر، كما يطالبون بالإسراع في إجراءات بحث حالة الأسر التي قدمت أوراقها من أجل الحصول على السكن. بتشرف بوجود الحاجة مؤيمن من أهل مقابر باب النصر. ازيك يا حاجة؟ الله يسلمك. عاملة إيه؟ الله يخليك. والأستاذ أحمد أبو عبد المنعم، عضو بحملة أحياء بالاسم فقط. أهلا بك يا أحمد. أهلا وسهلا. مؤيمن، أنا عايزك، يعني إحنا سجلنا معك أعتقد في يعني الجزيرة ومباشر مصر، نزلت لكم المكان. نزلت حضرتك وصورت معاكم. صورت وقابلناها يعني بترحيب وكده. كان معاكم زميلة حياة تقريبا. اعتقد. طيب، يعني هو يعني انتوا واضح انكم عرضتوا مشكلة اكتر من مرة. كتير حضرتك. وسائل اعلام وعملتوا طلبات. والولاد بتوع 25 يناير جونا. يعني جونا قبل المواضيع دي كلها. انتوا قصتكم دي بادئة يعني عبارة عن بادئة من امتى؟ من كام سنة؟ قبل الثورة ولا ايه؟ هي بدأت اول الثورة تقريبا بسنة. كانوا الشباب رايحين جايين علينا ويكلموا معانا ويصورونا وياخدوا اكواننا وكده والحاجات ديت وعايشين ازاي وبتاع، وكنا بنقول لهم صراحه انتوا عايشين ازاي بقى؟ احنا عايشين زينا، راجل يعني دخل جوزي على قده، وراجل بيشتغل صنايعي مع واحد ترابي في مدينه نصر، اجروا على الله وعلى اللي بيطلع، والترابي بنفس الطريقه ملوش يعني. احنا لا، انت دلوقتي يعني مندوبه عن بتمثلي بمثل الكون كله، اللي هو اللي هم مقابر الغفير وباب النصر والمجاورين. أيوة. دول مين؟ عددهم قد ايه؟ عايشين ازاي؟ انا عن باب عايزين النصر. كانك بتوصف لنا صوره. عايشين ناس ابسطه على قد حالهم، ارزقيه كلهم على الله. كم اسره هم؟ ان احنا عندنا باب النصر 1000 اسره زي ما قلت لحضرتك. 1000 اسره في المقابر او اكتر او اكتر كمان، ده انا كمان ما عديتهمش، ده انا بقول تقريبا يعني تقريبا عايشين في المقابر. عايشين في المقابر السكنه و... حسب احصائيات الحكومه نفسها ان في 3.5 مليون اسره بتسكن في المقابر في مصر، ده اللي هو الارقام الرسميه. والمناطق العشوائيه غير الرسمي بقى بيكون اكتر من ده. بس اقفلي بس بعد اذنك يا مؤمن. طيب يا احمد، يعني عايشين ازاي؟ يعني هم عايشين في المقابر بمعنى ايه؟ الحوش ده قد ايه؟ مساحته قد ايه؟ كام غرفه؟ بيبقى عباره عن مجموعه من الغرف، يعني غير المدافن اللي بيدفنوا فيها الميتين، بيبقى في اوض الناس عايشه فيها، بتبنيها بقى، بيكون سايب صاحب المدفن سايبها لهم مقابل ان التربه بيقعدهم فيها، ومقابل مثلا ايجار، يعني بياخد منهم ايجار. لا، ما بياخدش ايجار يا استاذ. في بياخد باب النصر، في الغفير وفي المجاورين بياخدوا ايجار، ودي حالات معروفه. لا اقفليه خالص. اقفليه يا احمد. واضح ان الناس شايفينك على الهوا عايزين يكلموك. بياخدوا طرق. بياخدوا ايجار منهم في الامام وفي المجاورين. ده حالات انا شفتها، ممكن باب النصر ما يحصلش لكن في مقابر تانية بيحصل. وحضرتك سالت عايشين من امتى؟ لا، هم من زمان، يعني ممكن في مولودين من هناك بقى لهم 50 و60 سنه. مش الوضع ده، هي بتقصد قبل الثوره؟ هي تقصد قبل الثوره ان هم الشباب بداوا يهتموا بيهم من قبل الثوره. لكن العيشه من سنين. لا، ده مولودين هناك. انا في بطايق من 1920 هناك في المقابر. 3.5 مليون اسره، ده الرقم اللي انت بتكلمني. مثلا في اسره، هاخد اسره ام ايمن نموذج. أيوة. مثلا اسرتك قد ايه؟ عايشين في مساحه قد ايه؟ في اي حوش؟ في اي شكل؟ احنا ثلاث اسر عايشين في اوضه واحده. انتوا ثلاث اسر؟ ثلاث اسر، انا وبنتي وابني. انت وبنتك وابنك؟ وابني. اللي هو اتفصل عن مراته ده. بسبب الايجار الجديد. ان هو مش قادر يدفع ال 700 جنيه ايجار. 200 جنيه يبقى يدفع 400 جنيه وعياله بياخدوا 700 جنيه. حضرتك شوف المواصلات قد ايه. مساحه الحوش ده قد ايه؟ كام غرفه؟ 60 متر كله اول عن اخر، بالمطبخ بالحمام بكله. ثلاث اسر. ده طبعا اكيد في اسر ثانيه اكتر يعني من كده يا احمد. الناس في بحث حاله نزل 20 سنه والنتيجه لسه ما ظهرتش لغايه دلوقتي، وفي ناس بقى لها سنه ومش هتظهر، لان الناس بتقدم بحث كده وبتسيبه وبتمشي بشكل فردي او كده، ما بيحصلش ضغط. والسلطه طول ما هي مش لاقيه ضغط هتفضل في نفس انحيازاتها. طيب احنا عندنا احمد احنا عندنا عصرين اثنين. عصر ما قبل الثوره ده راح لحاله، عصر امور وعارفين انه كان شغال ازاي. هو اللي حصل بقى مش هنفضل نقول ما اللي حصل. هو اللي حصل ان احنا السياسات والانحيازات هي لكن اللي حصل ان احنا شلنا الرؤوس اللي كانت بتنفذ السياسات ديت. بعيد بس عن السياسه، خلينا هنا. هي ليها علاقه على فكره. ايوه، ما انا بسالك مباشرة. بس سؤال، احنا نيجي للكلام ده كله. ماشي. بس انا بسالك على ايه؟ ان انتوا عملتوا ايه بعد الثوره لقضيتكم دي اللي هي سكان المقابر؟ بعد الثوره. بعد الثوره بدانا نزلنا اول حاجه الغفير والباب النصر، واشتغلنا في المجاورين بقى لنا شهر
احنا بقى لنا 6 شهور في قضيه المقاور بس، عملنا مؤتمر صحفي وجه بعض القنوات غطته، وهيبقى في تحرك احتجاجي اللي هو النهارده عند محافظه القاهره الساعه 11 لسكان المقاور، المطالبه باسراع بحث الحاله اللي بيقعد 20 سنه مركون. اعتقد يبقى في كام واحد؟ اعتقد ان العدد هيبقى كويس. اه هيبقى كويس ان شاء الله. اضطريتوا الاحتجاج بعد ما يعني يعني الناس اصلا يعني في بحث حاله وراحوا قبل كده عند المحافظه رحنا وانا ما حصلش يعني استجابه لا ده ضربوه. انا نفسي رحت ورحت وفضلنا يعني نقلب انزل لنا مين بقى المحافظ بين نند عليه بقى تقول له انا اقول وانت تقول وراي انزل يعني حضرته المحافظ ينزل لنا يكلمنا بالفعل نزل لنا رتبه كان الجيش ساعتها ماسك البلد نزل لنا رتبه من فوق كلمتني طب انتوا عايزين ايه قلت لهم احنا عايزين نشوف حقنا فين احنا ساكتين بقى لنا سنين اهو فين حقنا بقى المهم راح قال ايه طب امشوا النهارده انتوا ليكوا ورقين قلت له اه لينا ورقين قال طب خد الناس دي وامشي وتعالي بكره الساعه 9 طبعا الناس دي جت راحت معانا رحنا تاني مش هيحصل حاجه الا بالضغط المستمر نزلوا لنا بحث حضرتك بعد البحث ده ما نعرفش بينزل امتى بس هم نزلوه لنا بعد 5 ايام بعد البحث ده قالوا ايه كل اللي يروح يسال على الورق يقولوا له ايه انت لازم لجنه نعرف اللي ينزل اللجنه هي كل ديت كل ديت ادوات بس تسكين وتخدير الناس لكن مفيش حلول مفيش ما عندهمش حلول مع ان في شقق فاضيه في 6 مليون شقه في مصر تطبيق وزير الاسكان بتاع الاخوان المسلمين 6 مليون شقه فاضيه ومنهم الدواء اللي هي الاقرب للمقابر في شقق كتير فاضيه وما بتتسكنش لانها مبنيه شقق طبعا فخمه وعماير فخمه معروف راح لمين واقل مقدم شقه ب 5000 جنيه مين في المقابر هنا او في اي مقابر عنده 5000 يعني جنيه هيقدر يدفعه مقدم شقه انا لو معايا هسكن بره مين مش هيتاخر بس ما فيش اساسا يبقى المفروض يبقى في سكن ملائم بتكلفه مناسبه يتحط حد معين للايجار الجديد ما يتسابش كده للسوق عرض وطلب لا يتحط ليميت معين طيب انا عايز اتكلم عن 15 20% من دخل تمام طيب هكلم ام ايمن انا عايز اتكلم على ايه يعني الحياه ليها مطالب يعني التعليم الصحه الميه الكهرباء ايوه انتوا عايشين ازاي في في الليله دي في الليله ديت انا بقول لحضرتك جوزي ارزقي على الله زي ما قلت لك حضرتك شغال بالمقابر ابني جوزي وابني وعجوز بنتي طبعا بنشترك احنا مثلا في اكل في شرب في معيشه في نور العيال اللي ساكنين في المقابر من 1000 اسره دول بيروحوا المدارس فين بيروحوا المدارس في الجماليه تحت جماليه جنبينا قريبه منا طيب كويس وخارج منها مدرسين ودكاتره ومهندسين وحاجات كتير قوي طب كويس يعني ما احنا عايزين يعني الناس برضو على الرغم من الحاله دي بيجتهدوا ان هم يعلموا اولادهم بس نفسنا بقى نطلع الناس دي شغاله وبتتعب وبتكسب من عرق جبينها مش زي ما هم بيتصوروا انها تحصل ثوره جايه لا مش هيبقى في ثوره جايه ان شاء الله الناس دي متعلمه وفاهمه كل حاجه ولما تخرج يعني في يوم قريب ام ايمن هتخرج وحماد بتاع رمله بولاء والناس كلها في واحنا كمان معاهم وقبليهم هنخرج هنجيب حقوقنا بقى مش هنخرج نطالب بحقوقنا لا هنجيب حقوقنا لان خلاص ولا اخوان مسلمين هم نفسهم نفس السياسه والانحياز للغني مش يعملوا لنا حاجه مش بيقولوا ما عملوش لا ده هو ماشي في طيب سياسه انا عايز اسمع الاقتراض واغراق مصر في الديون وفوائد الديون اللي هي اصلا يعني حتى هتغرقنا عشرات السنين لقدام مش هتحل ازمه وان هو عايز يجيب مستثمرين هو المستثمر بيجي بيعمل ايه في رمله بولاق المستثمر عاوز يطلع الناس من البيوت والعشر بتوعها ويرميهم في الصحراء عشان ياخد يبني فنادق زي بتاعت نجيب سويرس ومش عارف مين ومين طب احنا خلينا في فين طيب عشان ما نوسعش الدايره قوي خلينا في المشكله بتاعتنا في بتاعتنا احنا خلينا في حاجه لا ما هي يعني ليها علاقه ايوه ما انا ماشي تمام السلطه هو اللي بيحدد الراجل ده اسالك سؤال بس انت دلوقتي 1000 اسره وبتقول لي في مش عارف كام مليون باعتراف 1000 اسره ده في باب النصر بس 3.5 مليون اسره احصاء الحكومه في المناطق العشوائيه ده الحكومه يعني افتكر الحكومه ممكن تعمل ايه عشان تحل المشكله دي انت راجل في حمله اهوت حمله احياء بالاسم فقط ازاي تحل المشكله مشاكل 60 سنه فاتت اديها روشته في حضرتك في 6 مليون وحده سكنيه زي ما قلت تصريح وزير الاسكان 6 مليون او اكتر شقه فاضيه يبدا يسكن الناس دي فيها ما بيسكنش الناس فيها ليه لان هو سايبها للسوق هو المستثمر هو اللي بيخش يبني الدوله ولا بتبني ولا بتوفر سكن ولا حاجه المستثمر بيدخل يبني طبعا بيبني بهدف الربح مش بهدف ان هو يسكن ام ايمن ولا يسكنني انا مثلا لا بيبني عشان يكسب هيكسب من مين مش هيكسب من ام ايمن مش هيقدر تدفع له 5000 جنيه او اكتر لا هيجيب الغني او الطبقه الوسطى وانت طالع هو ده اللي هيقدر يسكن في شقه 5000 جنيه او اكتر يبقى الدوله هي تتدخل وتبني سكن للناس ديت ملائم مش هنقول ابني عماير فخمه زي بتاعه الرحاب ولا سكن الناس تقدر تعيش فيه زي اللي الناس كلها عايشه فيه تقلل تحط قانون يحدد قيمه الايجار الجديد 15 ما يزيدش عن 20% موجود ده كان موجود حتى في النظام كان موجود بس خلاص الدوله انسحبت ما بقتش تعمل ده خالص
طيب ام ايمن، في يعني برضو الحكومه على الجانب الاخر بتقول احنا طول عمرنا حتى من زمان يعني قبل الثوره كل طول عمرنا بنجري لحل هذه المشكله، لكن المشكله في الناس اصحاب المشكله ازاي يعني؟ اوضح لك الامور. اقول لحضرتك قولوا ان بيكون في 1000 واحد ساكنين في عشش او في مقابر او نقوم نعمل لهم مساكن، نلاقي الألف دول يوم تسليم السكن او يوم الاحصاء البياني بتاعهم بقوا 5000 واحد. لا ويحولوا اللي ياخد شقه. استنى يا احمد استنى انا ارد على الاستاذ. تمام. وبعد كده تفضل المشكله احنا نجري وهم يجروا، احنا نجري وهم يجروا، المشكله لسه موجوده. نجري ورا بعض طول العمر. بالظبط كده. ده اللي انا سمعته في الحقيقه. انت حضرتك سمعته. اتفضلي يا ميم. انا عايزه بقى اقول حاجه. المشوه دي هبقى عارف الاستاذ وعارف ام ايمن وعارف استاذ بتاخد علينا تعاهد في الورق اللي احنا بنستلمه من احنا لا نبيع الشقه ولا نديها لحد غير مثلا اتكلنا على الله في ابني يورثني يقعد في الشقه دي مكاني. ما هو ده حقه بقى. ما انا مش معقول انا هتكل على الله ويبقى عيل زي ده معايا وما ياخدش الشقه. اللي بيحصل ان بيلاقي بدل ما هم 1000 بيلاقيهم 5000 لان بتوع الحي او الجهاز او المحافظه رشوه ومحسوبيه بالشقه بتروح ب 200 جنيه يعني موظف مش لاقي ياكل هو طبعا مجبور ان هو يعمل كده ما بوررش لكن هو بيعمل كده ده غلط فعلا. بيبيع الشقه ب 200 جنيه الجواب بتاع الشقه بيروح 200 جنيه عشان كده بتلاقي العدد زاد وما بتروحش للمستحق. يعني هو فساد اداري برضه. فساد اداري طبعا مسؤول عنه الدوله مش الاهالي خالص مش المستحق هو اللي هنحاسبه على دوت انت ليه عددك زاد. لا شوف المستحق انت عامل حصر كويس تعالى شوفنا قاعدين ازاي واستبيان كويس تعرف حاله الناس ديت والمستحق واللي هو جاي من بره غير مستحق زي العماير اللي كانت الشقق اللي كانت بتتباع ب 200 جنيه بدل ما تروح للمؤمن لا بتروح لواحد ده عشان بس ادى للموظف رشوه 200 جنيه فبقى هو اللي خد شقه المستحق واسمه ينزل في الكشوف. فده مسؤول عنه الدوله مش الاهالي. انا ليا جوز اختي تعبان وممكن حضرتك يعني تاكد من الكلام ده تعبان وكان اسمه موجود في الكشف راح اللي هو بيستلم الورق دوت اسمه واحد في الاسكان خد الورق بتاع المريض دوت راح بيعه لواحد تاني وراح يسال على اسمه لحد الان والله والله ودلوقتي عاجز ومشغول في البيت اهو لحد الان لحد سال فيه ولا حد قال له الشقه بتاعتك ايه. تمام. فين احنا بس عايزين مسؤول بقى يرد علينا. برضو في مشكله وهي فين تتبنى المساكن الجديده لان حياتك انت بتقولي حضرتك اقول لحضرتك حاجه لا يعني سؤالي الاول انت ساكنه في منطقه المقابر دهيت بقالك 60 سنه انت واولادك واحفادك وان شاء الله يعني ربنا يديك الصحه الله يخليك مرتبط بمكان شغلها فمرتبط عندك حياتك كلها مرتبطه بالمدرسه وبالمستشفى سؤالك جميل قوي لو بنقولك مثلا في اخر في 6 اكتوبر لا بعيد عليا. طيب ما هي انا اقول لحضرتك حاجه بص عشان ده ربنا بقول لك انكرتوهم ما تبلوش عليهم علاء مبارك كان في حته اسمها الويليه لو تسمع عليها حضرتك كان الويليه الويليه طبعا كان فيها خرابه وعشش وبتاع فاستاذ علاء شال الناس دي وداهم السلام وبنى بلوكات في المكان ده وجاب الناس رجعها حتتها تاني لان اكل عيشهم هناك. ليه احنا ما حدش يبص لنا كده؟ والدته عملت كده في سنهم شالت مشكلة الناس مشكلة المقابر حلها سهل يعني هم في ظهرهم هربة المقطم دي اصلا يعتبر معظمها صحراء اللي بتتبني فيلل ومنتجعات لا خدها او ابني عليها عماير بيوت للناس اللي تسكن فيها في ظهرهم على طول مش اللي هو بقى ايوه بس انت الاماكن بتاعتك مجرد عربيه متوسطه ينزلوا يروحوا المدرسه هيبني عليها لا مش المقابر, المقابر حضرتك امال فين؟ بقول لك هضبة المقطم في ظهر اللي هي في عليها الدويق او صخر الدويق من جوه دي صحراء صحراء فاضيه ليه ممكن ليه ما تتبنيش فيها؟ تتبني فيها ما بنى فيها يا دوب هينزل 5 دقايق بالعربيه هيبقى في هيبقى في باب الشعريه في وسط البلد مش محتاج بقى يوديهم اكتوبر والكلام ده كله لا بعيد عن لو هيودي اكتوبر يبقى هو ملزم ومجبر ان هو يوفر فرصه عمل يوفر مدرسه ان انا اشتغل انا وجوزي او نجيب اللي اي حصل حاجة مثلا نعيش بيها في سكان هرم سيتي. هرم سيتي ديت منطقه راح فيها سكان الدويقه الشقه عباره عن 22 متر ما اعرفش اصلا مين اللي هيعيش في 22 متر وفي وسط الصحراء كومباوند كده في وسط الصحراء ملوش علاقه باي حياه ولا في مطعم يجيب منه فول وطعميه ولا في اي حاجه هيعمل ايه وبينزل عشان ينزل وسط البلد شغال في ورشه حداده في باب الشعريه ولا في السيده زينب ما اتحلتش المشكله 20 جنيه مواصلات رايح جاي. على فكره اليوم ايضا في وقفه احتجاجيه لاصحاب مساكن 15 مايو امام التامينات حيث نظم العديد من اصحاب الشقق السكنيه بالمجاوره رقم 16 بمدينه 15 مايو وقفه احتجاجيه امام مقر وزاره التامينات والشؤون الاجتماعيه احتجاجا على تعنت الوزاره معهم ومحاوله طردهم من مساكن محدودي الدخل الذين حصلوا عليها من الوزاره منذ عام 2008 بحجه تحسين مستوى معيشتهم. يعني حتى الناس اللي ساكنين اهوت بيطردوا. الناس اللي ساكنين بيطردوا. هم اصلا الدوله هي اللي مسلماهم بتطردهم. بس بيقولوا لهم عشان نحسن معيشتكم. يعني يمكن يعملوا اصلاح ولا حاجه في اصلاح ايه هم لسه مستلمين حضرتك من 2008 زي ما قلت.
اصلاح ايه اللي هيصلحوه؟ ايه رقم مهيمن يمكن عايزين يصلحوا ال يا رب يا استاذ احنا لا ما بيصلحوش هم عارفين هم جايين لمين ويخدموا فئه معينه اللي هي الشريحه العليا مش الوسطى كمان يعني ولا الفقيره ويا ريت الوسطى لا ده العليا بس نفس السياسات والتوجهات والانحزازات بتاعه حسني مبارك هي اللي ماشي عليها محمد مرسي مضبوط طيب انتوا بتطالبوا بتشريع قانون ايجار وتضغطوا الطالب بده بتطالبوا بتشريع قانون ايجار يحدد القيمه الايجاريه للوحده بما لا يزيد عن 20% من دخل المستاجر حتى لا يترك الامر لقوانين السوق الحر والعرض والطلب طبعا المجحفه لاغلبيه المصريين ايه تفاصيل الموضوع ده يعني مثلا حضرتك هو في 6 مليون شقه فاضي خلاص اللي هو تبع الجهاز او تبع المحليات ده يتسكن للاهالي يعني ببلاش اصلا مش لان ده حقه في السكن مش ان هو مثلا هيدفع له ايجار لا ببلاش غير كده بقى مثلا انا عندي بيت وعندي شقق فاضيه مش هسيب الشقق الحكومه بقى ما تسيبش انا سايب الشقق فاضيه كده وراكنها ومسقعها لا تحط عليا قانون ان انا مثلا هدفع ضريبه او هدفع مثلا عوائد هتزيد لو انا سبت الشقه دي فاضيه عشان تحل ازمه السكن لو هي بقى بجد منحازه للفقير هتعمل كده هتفرض قانون على صاحب البيت يسكن الناس ديت وما يسيبش الشقه فاضيه ويتحط نسبه ال 20% او 15% من دخل الفرد دخل كل فرد تختلف حسب كل فرد ودخله تبقى هي ديت نسبه الايجار ما تزيدش عنها ده لو هي بقى لو هي فعلا منحازين للفقراء عايزين يحلوا ازمه السكن هو لسه في مشروع المليون وحده سكنيه ربما يكون هيشمل ده كله بس مين حضرتك معاه 5000 جنيه مين قاعد في تراب في عشه او في حوش معوش بيجيب 30 40 جنيه في اليوم بالعافيه هيدفع 5000 جنيه مقدم وايجار مدى الحياه مثلا مين فهو المفروض مش دولة ملزمة بتوفير سكن للمواطنين وتحمي حق السكن دوت مش بس ان هي توفره لا تحميه كمان من الاحتكار بقى وتوفر اراضي وتوفر مواد بناء باسعار مناسبه انت شايف انه حقك ولا لا انا بقول ان حقي طبعاً. البلد دي عرفت حقك وطول عمري عرفت حقي من الدستور الجديد الدستور بتاعنا القديم الاولاني يعني انا مش عارف عن الدستور ومن غير دستور كمان يعني حاجات ماليش فيها السياسه دي ماليش فيها لو ليا حاجه اقول رايي بصراحه اقوله طيب. انما الدستور ده لما عرفته وشفت الله طب ده انا ليا حق في البلد دي وقلتها على جزيره كده الدستور بيقول ان انا ليا حق في البلد دي فين حق انا واستنيت اما الرئيس الجديد يجي قلت هي هيبص للغلابه ايه حقك بقى اللي انت عرفتيه ايه حقك حقي ان انا اسكن حاجة كويسة. سكن ملائم للعيشة حق ان انا جوز راجل تعب عايزة حاجة اكل منها عيش انا والراجل ده ملناش دخل ومش بس ولا مش بس ولا معاش ولا اي حاجة خالص وبقوله له وشغال مع واحد تربي اكله على الله وعلى اللي بيطلع والتربي نفسه ملوش معاش المحافظة مش عاملة له معاش وظيفة بدون مرتب وبقولها وهو حضرته شايفني ان كان شايفني بشكرك جدا جدا يا ام ايمن وبشكرك يا احمد الحاجة ام ايمن من اهل مقابر باب النصر احمد عبد المنعم عضو بحمله احياء بالاسم فقط شكرا جزيلا ونتمنى ان كل رسائلكم وصلت للمسؤولين عبر منبر الجزيره المتواصل دائما مع الجمهور يعني بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء سنستقبل اتصالاتكم وتواصلاتكم ايضا على موقعنا على الفيسبوك وتويتر لعرض ما ترونه من القضايا المهمه من وجهه نظركم وايضا تواصلاتكم لو في اخبار عندكم تحبوا انكم توصلوها من خلال يعني هذا العرض الإخباري الصباحي أهلا بكم بعد الفاصل.